طبعاً
جيب إلحاح من الملك أسيودورا من الأرثوذكس في القسطنطينية، إن هو كان بيهموش ممكن يستشهد. قالوا لا، ما تبصش لنفسك وبس، في الرعية محتاجينك، ليك رسالة، ليك دور، لأن كان متميز في التعليم الأرثوذكسي والدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي. فلما حب يهرب، هرب فين؟ في بلادنا مصر هنا الحقيقة. وهنا جمال بلادنا اللي ربنا حباها ببركات كتيرة 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 على مر العصور. نادرا ما نجد نبي من الأنبياء ما جاش مصر. كله عدى على مصر. فوق الكل ربنا يسوع المسيح نفسه في أرض مصر. كل الآباء في العهد القديم الكبار، بل موسى اللي هو بيلقب بانه رئيس الانبياء، نشأ وترعرع وتعلم وتأدب في ارض مصر بكل حكمة المصرية. يوسف العفيف عاش في مصر وكان الثاني بعد فرعون بعد الملك. فكل هؤلاء العظام جم مصر. طبعا السيد المسيح لما جه ما جاش لوحده، جاب معاه الست العذراء والقديس يوسف النجار. فبلادنا نالت بركات كتيره. هل ربنا عنده خيار وفقوس بيميز ناس عن ناس من خلقته؟ لا. لكن ليه ربنا ميز أرض مصر كده؟ لأن شعبها طيب. شعبها إيه؟ طيب. في نزعة روحية من زمان كده. مضياف. وعشان كده نالت بركة في الكتاب المقدس، ذكرت كتير الكتاب قال مبارك شعب مصر. فبلادنا ده هي مبروكة، تمر بأزمات كتيرة من كل الأنواع لكن محفوظة محروسة. عشان كده سموها الايه؟ المحروسة. حاجة عجيبة ربنا حارسها وصينها، وشعبها مهما كانت الضيقات لكن عايش. وتيجي الضيقة وتعدي، وصارت هي الملجأ للإيمان. يعني أقوى كنيسة في العالم كله الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بإيمانها القديس ساويرس في وقته كان ربنا شاء إنه يجي في الوقت اللي كان الاضطهاد الخلقيدوني على أشد. طبعا هتقولوا الخرقدوني ايه وكده، ده موضوع لاهوتي وعقيدي بنشرحه بالتفصيل لولادنا بتوع اعداد خدام والخدام بشيء من التفصيل. لكن باختصار ان احنا بنؤمن زي ما قال الكتاب وزي ما علمنا الكتاب بإن المسيح واحد،
له طبيعه واحده. ايه طبيعته؟ طبيعه الاله المتجسد عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد والكلمه صار جسدا. الكلمه صار جسد، فلما صار في الجسد اصبح له طبيعه من طبيعتين. اصبح له طبيعه تحوي وتشمل كل خصائص الطبيعتين، اللاهوت والناسوت. هو ابن الله ولا هو ابن الانسان؟ ولا هو الله ولا هو الانسان؟ هو الاله المتأنس، الاله المتجسد، له كل صفاتنا ما عدا حاجه واحده بس، شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها، وله كل صفاته اللاهوتيه. طيب هو اتنين ولا واحد؟ واحد. التفله بتاعته فيها قوه اللاهوت، لما تفل على الطين وحط على عينيه الاعمى فتح. اللمسه فيها قوه. طب اللمسه دي كان بناسوته ولا بلاهوته؟ لا، ده هو الاله المتجسد. ابائنا شبهوا الوضع ده بطريقه بسيطه جميله حلوه قوي. شبهوه بالفحم المشتعل او الحديد المحمى بالنار. لما نيجي نجيب حتة فحمة أو ولعة من الشرية، ممكن نقول عليها فحمة وممكن نقول عليها حتة إيه؟ حتة ولعة. لو قلنا حتة ولعة صح وحتة فحمة صح. لو واحد مسك بإيده كده إديته فحماية مولعة من الشرية وقلت له حطها في إيدك كده، وجيت سألته إيه اللي أنت ماسكه دوت؟ لو قال انا ماسك حته فحمه اقول له خلاص خليك ماسكها بقى على طول. يقول طب مولعه بتحرقني، فحمه مولعه. طب هي فحمه ولا ولعه؟ ده هي الاثنين. ده ممكن امسكها ليها كتله، ليها حد، ليها وزن، كل صفات الفحم فيها ما اتغيرتش، وفيها كل قوه النار، الاحراق والتوهج. لا صفات النار اتغيرت ولا صفات الفحم اتغيرت. عشان كده نقول جعلها واحدة مع اللاهوتي على كأناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. كل الصفات باقية كما هي. أي فعل، أي قول كان يعمله، كان يعمله كالإله المتجسد. لكن في خلق دنيا قسمه المسيح، قالوا هو شخص واحد بس في طبيعتين. لما يجي يعمل المعجزات ده الطبيعه اللاهوتيه، يجوع يتصلب ده الطبيعه الايه؟ قسموه. لكن المسيح ينفع يتقسم؟ بقول لكم ده التفلة بتاعته كان فيها قوة. كان زفت ده قال ألمس ولو هد بسوره، في قوة. فده وهو قال كده أنا والآب واحد. لما قال أنا كان بيتكلم عن اللاهوت ولا في حالة التأنس وهو في الجسد؟ قال أنا كله على بعض والآب واحد. فإذا واحد هو الاله المتجسد طبيعه من طبيعتين. في خلق دنيا قسموا السيد المسيح لطبيعتين ومشيئتين وفعلين. ده ببساطه بشرح لكم عشان تبسيط شديد قوي. جه القديس البيسقورس
وقف لهم في مجمع خلقدونيا وتمسك، ما قدروش يقاوموه، تمسك بالإيمان. كان في تآمر ضده، مش قادرين عليه ومش قادرين يدخلوا في حوار معاه. لما كان يجوا يناقشوا له هدية ما يقدروش، فراحوا خلصوا منه في بداية المجمع على طول، واتنفى. وبعدين أقروا كل العقائد المنحرفة بعد ما القديس ديسكوروس أبعدوه عن المجمع اللي هو ما يعتبرش مجمع مسكوني، لأن اللي كانوا فيه كانوا محرومين. احنا دلوقتي لما يكون بعد عننا في اب كاهن او احد الرتب الكهنوتيه زي ما نقول كده مقطوع او محروم من الكنيسه، وجاء عمل اي سر، السر يمشي؟ ما ينفعش، ما يبقاش معترف بيه. فاحنا المجمع دوت اللي فيه كانوا محرومين، وبالتالي كنيستنا لا تعترف بيه. استبعدوا البابا ديسقورس واستقطبوا الملك. كان بعد ما مات الملك سودوسيوس البار، اخته كانت نادرة البتولية، اتجوزت رئيس الجيوش ومشي في الطيار ده، فبقى بسلطة الملك بدأوا يفرضوا هذا المذهب وهذه العقيدة وهذه البدعة، وبدأوا يضطهدوا الأرثوذكس. اتنيح البابا ديسقورس في المنفى، وجي بعديه القديس ساويرس، وكان في أنطاكيا لكن أرثوذكس. فضل متمسك بإيمان القديس كيرلس وديسقورس، هما معلمين وهو يفتخر بيهم يستشهد بكتاباتهم. لكن كان جيت علم في اسكندرية شوية، واخد من روح الآباء دول، وربنا كان مديله موهبة عن قوي الحجة، قوي البرهان، اداله حكمة كبيرة، فما كانش حد يقدر يقف قصاده في الجدال أبدا. لدرجة واحد امبراطور جه اسمه جستنيان غاوي فلسفة وكلام، ودخل نفسه في المواضيع اليهودية، بعد جابه اتجادل معاه مش عارف يعني يرد، فأمر بقطع لسانه وحرق كتبه، وكان عايز يموته، فهربوه إلى أرض مصر. أما جه في مصر بقى تفتكروا عاش قد ايه؟ ما عاش في سوريا بعد ما بقي بطرك قد ما عاش في مصر. قعد في مصر حوالي 20 سنة، كان يكتب رسائل وكتب. اعظم ما كتب كتبه في مصر. كان مجهول الأول، تعرفين زمان لا كان في فيسبوك ولا صور ولا تلفزيون، فممكن الناس تسمع عن الشخصيات لكن ما شفتهاش ما تعرفهاش. فجيف مرة هو عايش في مصر وكان مطارد من الخلقدونيين، فمرة دخل الكنيسة زي ما سمعت في السنكسار، وكان بقى الشيوخ كلهم والكهنة اللبس كله شكل بعض، مش لابس بدرة، مش الزي هو اللي يبين انه بدرة كده، لا اللي يشوف يقول عادي، كان عادي او واحد من الشيوخ كده وخلاص. كان سيدنا بالتوفيلس يقعد في العزوية في الدير
يديكوا له راهب، كان يسلم عليه وكان في نوادر بقى مش وقتها نحكيها لكم، لكن يعمل كده بعض المواقف يتعامل كأنه مش هو البصر يعني. فالمهم القديس ساويرس دخل الكنيسة وانزوى كده جنب عمود، وكان أبونا اللي بيصلي ما يعرفوش، فقدم الحمل زي ما شفتوا احنا قدمنا النهارده الحمل، وبعد ما نصلي بيحصل ايه؟ وسع يدنا كده، بيتغطى بالبروسفرين، يفضل متغطي لغايه امتى؟ بعد صلاه الصبح، لما يجي بقى نرفع الشماس بقى يقبلوا بعضكم بعضا بقبلة المتصل، لان ده بيشير للقيامة. المثلث بتاع بجيب تاني ليه المثلث اللي هو محطوط على البروسفرين من فوق ده إشارة للختم اللي اتحط على القبر. احنا بنعيش القداس، بنعيش مع ربنا يسوع المسيح حياته كلها، عشان كده جمال طقوس كنيستنا كده بنعيش في السماء. فيجي نبدا نصلي صلاه الصبح بقى اللي هي عمل مصالحه بين السماء والارض وصلاحنا لنفسه، فيجي في الوقت اللي بتشير للقيامه ابونا يشيل اللفافه اللي هي المثلث دي اللي هي تشيرها للخد، وبنرفع البروسفرين في الوقت ده الشمس يطبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه يا رب. فالناس بقى فرحانه، ولازم كمان اللي يحضر القداس ما يبقاش حد منقسم حد، فالناس تقبل بعضها قبلة الفرح والسلام في نفس الوقت. مش معقول الله صلحنا لنفسه واحنا يبقى في بيننا وبين بعض ضغينة. فالناس امتى بتقبل بعضها؟ ما بيكون في سلام وبيكون في ايه؟ فرح. تخيلوا كده لعبت الكورة كده، لو حد بيحيي ماتش ولا حاجة وقاعدين الشباب متحمسين والفريق بتاعهم جاب جول، ايه وياخدوا بعض ايه؟ بالحب. لو حد عنده ابن ولا ابنة نجحوا وجابوا مجموع كويس يروحوا عاقبين ايه؟ ياخدوا الحضن ويقبلوه. احنا طبعا بنقبل بالايد كده يعني قبلة الوقار. فالمهم القديس ساويرس دخل الكنيسه، معلش احنا بنديكم شويه طقوس في وقت القداس برضو عشان تبقوا فاهمين. في وقت القداس وهو قاعد ورا، كيف وقت تقبله بقى والكل يعني الكنيسه محتاجه، وابونا بيرفع البروسفرين كده واذ بي والحمل مش موجود. ابونا يسوع وقف هيصلي يقول ايه؟ ده الصلاة كله بيدور حوالين القرابين دهية، وحاجة عمرها ما حصلت في رعب حصل. ايه ده يا رب؟ ايه اللي هتكرر؟ الكاهن بكى في وجه الشعب، المهم أنا مش لاقي الحمل، أنا ما أعرفش إذا كان ده بسبب خطيتي ولا بسبب خطيتكم أنتم. فالشعب وكل اللي في الكنيسة صرخوا لربنا، فربنا عن طريق ملاك قال للكاهن قال له مش بسبب خطيتك ولا خطية الشعب، ولكن بسبب إنك تجرأت وقدمت الحمل في وجود الأب البطريرك. طقس كنيستنا كده يعني، لو أب بطرك أو أسقف حاضر ومش هيصلي لأي سبب هو اللي يختار الحمل ويديه للكاهن. وليها شغلانة كده يعني، في حاجات أكتر حاجة تربك إن أب أسقف يحضر القداس وما يكونش هو اللي هيبقى.
بيبقى في حاجات لازم هو اللي يرشدها وكده، فاذا ما كانش المتدربين ايه اللي يحصل؟ بتحصل رقبة، وبتحصل لغاية دلوقتي لما بتروح الدير بيكون اب اسوف حاضر كده ومش هيصلي، فلا اما بيتدارى او بيبقى المتدربين شوية عارفين ايه اللي يحصل، ايه اللي يقوله، ايه اللي يعمله، والكان يعمل ايه. المهم الطقس في نسبنا كده. فقال له عشان انت قدمت الحمل في وجود الاب البطريرك. قال له انا ما شفتوش، انا ما اعرفش، فشاور له عليه. فراح جابوه بكرامه كبيره وزفوه، بص لقوا الحمل موجود. فهنا ربنا في وسط الضيقات بيكرم ولاده. كان منفي بعيد عن كرسي، في ضيق في المعيشة، في أكله وشربه ونومه بلا قرار، لكن ربنا يقول أكرم الذين يكرمونه. فربنا كرمه. إحنا فرحانين إن جه بلادنا. احنا لما بنتكلم عن الاباء دول لو نسيت نفسي نقعد بالساعات، لكن احنا نركز ان احنا فرحانين انه جه ايه بلدنا، وبلدنا دي خدت بركه كتيره قوي. ودايما ربنا بيحول المحنه لبركه. أحد الشخصيات الحلوة المعاصرة بتعجبني شخصيتي، يقول المحنة دي منحة من ربنا، تبقى سبب إيه؟ بركة. أي واحد يبقى عنده محنة بتصحبها بركة. فكل حتى الضيقات اللي جت على شعب مصر اتحولت لبركات. حتى لما في ظروف كانت صعبة خلت كتير من الناس تهاجر وتروح بلاد كتير في العالم، هل تتخيلوا كنيستنا في العالم كله بقت سبب بركة للعالم كله؟ اللي فيكم لف بره ويشوف أقوى كنيسة، الكنيسة العمرانة بشعبها وشبابها وأطفالها وبإيمانها، كنيستنا البطريرك الأرثوذكسية اللي إيمانها اللي احنا متمسكين فيه أبائنا دفعوا فيه ثمن غالي، صاروا معترفين وشهداء، قبلوا النفي والألم من أجل أن يحل حزننا على الإيمان بتاعنا. إيماننا اللي احنا عايشين بيه دوت خلت نسيتنا فيها بركة، وبلدنا فيها بركة. بلدنا تميزت بحاجات كتير، عشان كده حتى الستة العذراء ما ظهرتش بصورة علنية في أي مكان في العالم إلا في مصر. تقولي ظهرت مش عارف في سانت فاطيمة، مش عارف فين فين، ظهرت لمين؟ يقولوا قالت أطفال لحد شافها. ما بنتكلمش على الظهورات الفردية، لكن السوق من الظهورات اللي الآلاف من الناس تشوفها ويصوروها. هذا لم يحدث إلا في مصر. فدي نعمة نشكر ربنا إن إحنا برضو ربنا سمح إن نتوجد وننتمي لهذه البلد المباركة وهذا الشعب المبارك. بس الشطارة إن ما نبعدش، نتمثل بيهم. ما الإنسان ده حاجة من الاثنين، ليبقى حلو قوي ليبقى شرير قوي. فالناس أو شعب مصر الشطارة إن قدامنا نماذج كتير، ف
في تاريخ كنيستنا وشعبنا دايما نبص لهم كده ونقول انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايماننا. صاروا انوار لنا في الطريق وبركه لينا نتشفع بيهم وناخد بركتهم. انا سعيد النهارده ان احتفل بهذه الذكرى وهذا الاحتفال معاكم بهذا القديس العظيم القديس سويرس الانطاكي. بركته تكون معنا والهنا المجد الدائم الى الابد امين.